نتابع مشاهدينا ردة فعل الجماهير التونسية في تونس على الرغم طبعا من توديع منتخب بلادها البطولة، إلا أن البعض كان فخورا بأداء نسور قرطاج والتغلب على بطل العالم المنتخب الفرنسي. لا هي من ناحية حسرة هي أنا فرحان برشا اليوم فرح اللي ربحنا حاب ولا تكره ربحت شامبيون دو موند راك ما ربحتش نيمبورت كي ربحت فرنسا بمبابي وبجريزمان وبالليستاغ نتاعها الكل مي مالوريزمون حسرة كبيرة بعد البرفورمانس الطايرة اللي عملناها اليوم عملنا تخي غون ماتش اليوم كنا اون دوميني الماتش الكل كنا خير من فرنسا سورتو لي بلان حتى من بعد ما ماركينا البونتو فيزيكمون طحنا اللي كان عرفنا كيف نسكروا توجع مالوريزمون انه ضيعنا تروح استراليا هذاك هو تروح اللي نندموا عليه بالطبيعة حسب الفخر الرابع عالمين رانا بحنا مانيش نحكيو على اي كيف معناها نحكيو على فرنسا معناها الحمد لله ربي وفقنا وربحنا وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. لك شامبيون دي موند مش سي با فاسيل باش انك تربح شامبيون دي موند قاموا باللي عليهم والحمد لله ربي على الانتصار وان شاء الله من حسن الى احسن.